اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في اول فقره من فقرات سهرتنا الليله. وفي هذه الفقره سنخصص الحوار حول الرساله التي اذعناها حصريا بالامس على شاشه الجزيره مباشر مصر، وهي الرساله التي وجهها دكتور هشام قنديل رئيس وزراء مصر السابق الى الشعب، وكان هذا بناء على طلبه في حال اخفي قسرا او اختفى قسرا او تم القبض عليه كما وجه في بدايه كلمته. يعني المتابعون والمحللون لهذه الكلمه، البعض منهم اعتبرها انها فقط ابراء ذمه، واعتبرها البعض الاخر انها لم تكن بحجم توقعات الشعب المصري من رئيس وزراء انقلب عليه وزير دفاع في حكومته وانقلب على رئيسه رئيس الجمهورية أيضا. تحدث الدكتور قنديل عن بعض الأمور، يمكن بدأها بسرد لأجزاء من السيرة الذاتية والخبراتية في حياته ودراساته، وكان هذا أيضا شيء مثير للتساؤلات وربما للتعجب. تحدث عن رد أو محاولة دحض تلك الاتهامات والادعاءات التي وجهت إلى حكومته، مثل محور قناة السويس وما أثير بشأنه، سد النهضة وما أثير بشأنه أيضا مع أثيوبيا، وحكايات بيع الأراضي في سيناء لفلسطينيين أو غيرها، بالإضافة أيضا إلى التأكيد على نفي علاقته بجماعة الإخوان المسلمين. دعوني أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي، وهو مؤسس حركة صحفيين ضد الانقلاب. أستاذ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا. لكن نبدأ بالجزء من هذه الرسالة وناخدها جزء جزء كده ونعلق عليها ونشوف تمام. مدى تأثيرها، وهل هو فعلا إبراء ذمة ولا هو لم تكن يعني على قدر الأحداث في المشهد السياسي المصري. نشوف الدكتور هشام قنديل في جزء من كلمته ورسالته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه رسالة أوجهها للشعب المصري، وقد طلبت أن يتم إذاعتها حال القبض علي أو اختفائي لأي سبب من الأسباب. الحقيقة الغرض من هذه الرسالة ليس التعليق على الأحداث الجارية التي إذا أسعفني الوقت إن شاء الله أتحدث عنها في وقت آخر، ولكن لأتحدث عن بعض ما يثار عني من أكاذيب واتهامات، خاصة باتهامات لخيانة الأمانة التي يعني أوكلنا بها الله سبحانه وتعالى. لن أتحدث عن سياسات عامة اقتصادية أو سياسية أو إجراءات اتخذناها في العام الماضي، ولكن هذه المرة أتحدث عن شخصي لأرد الغيبة عن نفسي وعن أسرتي، فقد لا تتاح لي الفرصة التحدث بعد ذلك. لو أردت في البداية يعني أن أعطي خلفية عن نفسي، فقد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت 5 سنوات مديرا لمكتب وزير الموارد المائية والري، ثم 6 سنوات في بنك التنمية الأفريقي، عملت في أعمال التصميم والإشراف على مشروعات التنمية في عدد من الدول القارة الأفريقية، مما أتاح لي الخبرات والعمل مع حوالي 14 دولة أفريقية. ومن إرادة الله سبحانه وتعالى أن كان مقر البنك الأفريقي المؤقت بتونس الشقيقة، ليتاح لي معاصرة وشرف حضور الثورة التونسية في بدايتها، ومشاهدة خروج الطاغية بن علي، ولعيش أيضا أحداث ثورة 25 يناير، وأتذكر جيدا فرحة الشعب التونسي العظيم العارمة بنجاح الثورة المصرية وخروج حسني مبارك وتنحي حسني مبارك في 11 فبراير 2011. يعني أثناء الثورة المصرية طلب مني في ذلك الوقت يعني وزير الموارد المائية والري الدكتور حسين العطفي العودة إلى مصر للمساهمة في دفع عجلة التنمية بمصر، مصر الجديدة، مصر الثورة. وأرسلت وزيرة التعاون الدولي في ذلك الوقت كتاب رسمي للبنك التنمية الأفريقي ليطلب مني العمل في مصر، وعدت إلى مصر وكلفت يعني بقطاع مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري في 2/6/2011. بعدها بحوالي 40 يوم كلفت بوزارة الموارد المائية والري. وفي شهر يوليو إذن كان هذا هو المدخل لرسالة الدكتور هشام قندير رئيس وزراء مصر السابق.
اللي تحدث فيها عن السيرة الذاتية أو جزء من سيرته الذاتية والعلمية والخبرات التي مر بها قبل أن يتولى رئيساً لوزراء مصر في عهد الدكتور محمد مرسي. أستاذ أحمد حسن الشرقاوي، هل كان هذا المدخل على مستوى الحدث؟ يعني أنت كصحفي كإعلامي كرجل في المشهد السياسي، يعني هل كنت تنتظر هذه الكلمة؟ وأول ما يعني كان هذا المدخل بهذه الطريقة، ماذا كانت الدلالة لديك؟ بص يا شباب، انا اقول لك في عندنا رساله وفي مرسل وفي متلقي. علوم الاعلام بتقول كده. عندنا الدكتور هشام قنديل هو مرسل، عنده الرجل عنده رساله يريد ايصالها، وشكل الرساله دي اخذ انه سجل تسجيل في حال القبض عليه او سجنه او اعتقاله او لا قدر الله حصل له اي حاجه، اسرته بتقوم باذاعه هذه الرساله. طيب، بداية هذه الرسالة قال لنا ايه الدكتور هشام قنديل؟ قال لنا انه لن يتحدث عن التحديات اللي موجودة، عن الاحداث الجارية واللي موجودة. انا كنت اتمنى انه يتحدث، تمام؟ لانه طبعا هي رسالة مش معمولة وهو موجود، ده في حالة غيابه او اعتقاله. فاذا كان يعني عامل رسالة لما يعتقل، فكنت متوقع انه لديه من الاسرار او لديه من الامور او الرسائل التي يريد ايصالها حال القبض عليه اكثر من ذلك. الرجل تحدث انه استرسل في بدايه كلمته وقال انه هو يريد ان يرد على بعض النقاط من باب رد الغيبه الشخصيه عنه وعن اسرته. ثم افتتح بتعريف نفسه لمن لا يعرفه. ما طبعا ده كان ليس من مقتضيات الحال، استهلك جزء من وقت الرسالة، ما كان يجب انه كان يخش على الموضوع على طول، في تقديري كان افضل لايصال الرسالة. انما الجزء اللي طول فيه انه تحدث عن نفسه ده اخد وقت من الرسالة. وبالتالي هو في هذا الجزء اللي احنا سمعناه يعني قال انا عندي رسالة ببساطة شديدة جدا، والرسالة دي لا تتضمن الأحداث الجارية واللي بيحصل. طب برأيك بعد لماذا الإقالته؟ رفض التعليق على الأحداث الجارية؟ أعتقد أنه هو يعني خشية ربما من بعض العواقب، يعني أنه هو يتكلم عن الموضوع ده. أنا كنت منتظر من رئيس وزراء أنه يطلع. أي عواقب؟ ما هو يعني بيقول في حال القبض علي أو اختفائي قسرا، يعني راجل متوقع. يعني يمكن خاف على أسرته، يخشى على أسرته. الوضع في مصر وضع يعني شديد الوطأة، والنظام الانقلابي لا يرعى يعني في حرمات الناس إلا ولا ذمة، ولا يعني لا يرتدع عن أنه يفعل أي شيء. فهو يعني ربما تكون دي من المقتضيات أو من الضرورات اللي أخذها في اعتباره الدكتور هشام قنديل. هو الدكتور هشام قنديل أنا الحقيقة منذ البداية هو راجل محترم وراجل جيد جدا، لكن يعني مسألة رئاسة الوزراء والحكم والسياسة وهذه الأمور يعني كانت يعني تقتضي أن يكون هناك يعني قدر من الحسم أكتر والتواجد الشخصي اللي يكون أكبر. كان عنده رسالة والرسالة دي تتعلق بشخصه، إنما الوطن كان يعني مهم، كان أهم من الأشخاص. طيب أنا هرجع لك أستاذ أحمد تاني، لكن معايا مداخلة الآن مع الأستاذ دكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية في وزارة الدكتور قنديل، ونائب رئيس حزب الوسط والقيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية. دكتور محسوب، أهلا بحضرتك معانا. ويعني السؤال، هل كانت رسالة الدكتور قنديل على مستوى الحدث؟ اولا تحياتي ليك لشخصك الكريم استاذ ايمن والاستاذ الضيف العزيز النبيل. ربنا يكرمك استاذ احمد الشرقاوي على ما اعتقد. ربنا يكرمك يا دكتور محسوب. فعلا مش قدامي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. وتحياتي لكل المشاهدين. الحقيقه انا يعني متضامن تماما مع هذا الشخص المحترم اللي كان رئيس وزراء مصر، ايا كان رأينا فيه وفي سياساته وقت إن كان رئيسا للوزراء. وتعرف أنا في الحقيقة استقلت من وزارة الدكتور قنديل في شهر ديسمبر 2012، يعني قعدت حوالي 5 أشهر فقط، واستقلت بسبب اختلافي مع سياسات الحكومة إجمالا ومع كثير من رؤى الدكتور هشام قنديل. لكن ده لا يغير من حقيقة أن هذا الشخص شخص محترم ومحب وعاشق لهذا الوطن، وشخص كان بيراعي ربنا جدا. وانا ذكرت حتى في بعض تويتاتي ان هو رفض حتى هديه وصلت الى مثلا 2 جرافات رفضهم، وغير ذلك من الهدايا مهما بلغت من
من القيمة العالية أو القيمة البسيطة، لم يكن يقبل الهدايا على نفسه، ولم يكن يقبل دنية على نفسه، شخص محترم قلبنا معاه، نتمنى له يعني السلامة في سجون الانقلاب التي لا يأمن فيها أحد في الحقيقة. فيما يتعلق بالرسالة، أنا أعتقد ملاحقة دكتور أنديل ناتجة عن موقفه المبدئي، طبعا يعني احنا كنا نتمنى مواقف أكثر من ذلك، لكن كل ميسر لما خلق له، لا يمكن أن نطلب من الناس أكثر مما هم مؤهلين له. فالراجل في الحقيقة يعني أنا كان نفسي في البداية يقف باعتباره رئيس وزراء مصر ولا يستقيل، باعتباره جهة من الجهات الشرعية للدولة، لكنه استقال، نحن نحترم رأيه. والنقطة الثانية أنه عمل شيء جيد جدا، هو يجازى عليه النهاردة، أنه كان طلع بيان لو تذكره في شهر 7 عشان يكذب ما ورد على لسان قائد الانقلاب أنه الرئيس الشرعي للبلاد كان رفض إجراء استفتاء انتخابات رئيس مبارك، رفض البرنامج اللي من ضمنه انتخابات مبكرة، وهذا غير حقيقي. وقائد الانقلاب استشهد بثلاثة أشخاص، كان منهم الدكتور العوا، وكان منهم الدكتور أنديل، والدكتور أنديل كذبه والدكتور العوا كذبه. وأنا في لقاء لي في الحقيقة مع الدكتور أنديل، قال أنا قلت كده يعني لأرض الله سبحانه وتعالى، وأنا أعلم أنه ربما تكون النتائج سيئة، ربما هذا الشخص سيفكر من الانتقام مني. طيب دكتور محسوب، لكن بعض الناس بينظروا إلى هذه الرسالة أنها رسالة سلبية أكثر منها إيجابية، لأنهم كانوا ينتظروا في رسالة الدكتور قنديل بعد أن يتم القبض عليه أن هي ستظهر ما كان خافيا أو مخفيا في الكواليس، يعني خاصة أن هناك من يعني من كانوا في الهيئة السياسية حول الرئيس صدروا أو أظهروا معلومات كانت مخفية وكان لها أثر كبير في المجتمع المصري. صحيح صحيح، أنا بدأت كلامي بأنه كل من وصل المخالقة لا، يعني أنا ما أقدرش أنتقد أحد، إن هذه هي يعني أنت عارف الأمور صعبة جدا في مصر، وليس في إمكانية كل أحد أن يواجه. وكنت أتمنى أن الراجل في الحقيقة يكون خارج مصر الآن، لكانت الأمور كثيرة تغيرت، لكن احنا نتمنى له السلامة. ما هو ده سؤال مهم جدا، لماذا لم يفكر مثلا الدكتور هشام قنديل في انه يعني يسافر خارج مصر بأي طريقة مثل الذين سافروا ويكون حكومة المنفى التي يتحدث عنها الكثيرون الآن؟ لا أدري بالضبط في الحقيقة، لأنه الراجل أنا لم أتصل به من النص الأول من شهر 7 أو ربما يعني بداية النص الثاني من شهر 7 لم أرى ولم أتصل به، وبالتالي ما اعرفش كان بيفكر فيه بالضبط. لكن انا عايز اقول ان الرساله تضمنت امور ايجابيه. الرساله بتاعته تضمنت، هو في الحقيقه بينفي عن نفسه ما يتهم به اعلام الانقلاب، وهو في الحقيقه ان احنا نقعد ننفي ما يتهمون به اعلام الانقلاب هو امر يعني في الحقيقه ربما ملوش عاده خالص، لانه هؤلاء يتعايشون على ذلك، الانقلاب يتعايش على الاكاذيب وهو لن يكف عن الاكاذيب. لكن هو مسه وهو يدافع عن نفسه، مسه أمور عامة هامة جدا، ربما أخصها ما يتعلق بالادعاءات ببيع سيناء أو استبدال جزء من أرضها بأراضي أخرى أو مشروع قناة السويس أو ما شابه يعني. لأن الأمور دي لم تكن اتهامات موجهة فقط لدكتور أنديل، وإنما اتهامات موجهة لرئيس الجمهورية الشرعي وللنظام الشرعي للبلاد المنتخب. وبالتالي فإن كلامه فيها هو في الحقيقة شهادة من شخص نزيه، شخص لا يختلف اثنان على نزاهته في الحقيقة، إن هذه الأمور غير موجودة، وهو أوضح حاجات ربما فنية شوية ربما تحتاج إلى التأثير عليها. طيب. إنه أهم حاجة إنه لم يكن بشأن سيناء أو منطقة قناة السويس حاجة اسمها تمليك، هم استعادوا التمليك الآن، تخصيص بالتمليك استعادوه دلوقتي، اللي كان موجود أيام مبارك استعادوه، اللي هو بيع مصر قطعة قطعة تمليكا نقلا للملكية من مصر إلى الغير. بينما الأهم شيء كان دكتور مرسي في الحقيقة أكد عليه، وكان عدلت القوانين القائمة بشأنها، إنه فيش حاجة اسمها تمليك تخصيص بالتمليك، وإنما تخصيص بحق الانتفاع. نعم، وهذا ما أكد عليه الدكتور قنديل. طيب آه
وعشان كده دي قضيه هامه في الحقيقه واشار اليها، وانا بعتبرها شهاده للتاريخ. ربما سنعرض لها بعد قليل يا دكتور، لكن اسمح لي يعني انتهز فرصه وجودك معنا واسالك عن التحركات القادمه للتجمع المصري الجديد، ويعني الجهود على المستوى الدولي، وهل من الممكن ان تسفر عن نتائج ايجابيه ام لا؟ الحقيقه ما يحدث في مصر لن يحسم الا في الداخل، داخل مصر. بالداخل. صمود الشعب المصري في الشوارع وفي الميادين هو ما سيؤدي في النهايه الى سقوط الانقلاب، صموده بسلميه وبثبات، الثبات الذي نراه وبالتصاعد الذي نراه، واحنا بنستبشر بشهر يناير ولعله شهر البشره ان شاء الله، هو ما سيسقط الانقلاب. لكن الواجبات الخارجيه طبعا هي واجب على كل المصريين الموجودين في الخارج ان يعملوا على شرح الرؤيه ما يحدث في مصر، لانه خلي بالك في تعكيم اعلامي غربي على الوضع المصري. يعني ما فيش اقرار ما فيش اقرار قانون بالانقلاب من الدول الغربيه، لكن في تعامل تحت الترابيزه، وفي يعني في غض البصر فيما يتعلق بتمرير الاسلحه من بعض الدول الاوروبيه، الاسلحه اللي يواجه بها الشعب المصري في الشوارع هي مورده من بعض الدول الاوروبيه. في محاوله لمنع الانتقاد داخل الميديا الغربيه للنظام الانقلابي والاشاره اليه، هم طبعا ما يقدروش يظهروا له نظام ديمقراطي، وبالتالي هم ما يظهروش خالص. يخلوه يعني هو والعدم سواء، لا تتكلم معاه ولا تتكلم ضده. احنا بنحاول نكسر هذه الحلقه وسيحدث قريبا ان شاء الله. النقطه الثانيه انه الانقلاب بيحاول يعتمد على الوقت عشان يتمدد في المجال الدولي، وبرضه على السكوت الدولي عنه، فبيحاول ان هو في ممثل مصر في الامم المتحده هو ممثل للنظام الانقلابي، ممثلها في مجلس حقوق الانسان هو ايضا ممثل لحكومه انقلابيه، وهكذا في كل المنظمات، وهو تنفيذ غير قانوني في الحقيقه حتى في القانون الدولي، وبالتالي احنا بنسعى ان ينتهي هذا التمثيل ان استمر الانقلاب اكثر من ذلك لا قدر الله، انه مقاعد مصر في المنظمات الدوليه تبقى شاغره، لا يمثلها ممثل عن نظام انقلابي. خصوصا انه كما هو مستقر في النظام القانوني الدولي انه حتى الاجراءات القانونيه اللي بيتخذها نظام انقلابي عشان يبرر وجوده واستمراره، زي اجراء انتخابات على سبيل المثال او اجراء استفتاء او عمل وثيقه دستوريه او ما شابه، كل هذا غير مقرور به، لا يقر الا اذا الشعب باجمعه سكت عن التظاهرات وسكت عن المعارضه ومطالبه باسقاط الانقلاب وذهب الى الاستفتاء وذهب الى الانتخابات. طيب. هذا لا يحصل في مصر باعتبار ان الشعب المصري واقف في الميادين، واقف الان، واقف. سؤال اخير يا دكتور، وحضرتك تراهن على الداخل المصري وتقول انه هو يعني هو الذي يمتلك الشفرة لحل هذه المعادلة وفك عقدتها، لكن يبقى أيضا المجتمع الدولي له تأثيره. يعني بان كي مون لطالما صرح أكثر من مرة أنه الرئيس المعزول محمد مرسي مختطف بطريقة غير قانونية ويجب الإفراج عنه فورا. هكذا تحدثت أيضا أشتون على استحياء في بعض المرات. الاتحاد الإفريقي كان له موقف واضح جدا في التعامل مع مصر، أنه حتى الآن يرى أن هذا انقلاب، حتى لا يتعامل كل الدول الاتحاد الإفريقي لا تتعامل مع مصر بشكل واضح الآن. هل من الممكن أي جهود مع الأمم المتحدة أن تشكل يعني شكلا قانونيا أو إطارا قانونيا يخص الرئيس المعزول محمد مرسي؟ شوف، خليني ألخص سريعا الموقف الدولي. الموقف الدولي لا يقر بقانونية الوضع الانقلابي في مصر، وبالتالي أي تصريح عالمي هو تصريح متعلق بأن الانقلاب هو وضع شاذ ووضع غير قانوني، وأن الشرعية هي شرعية النظام المنتخب، هي شرعية مستمرة وقائمة لن تلغى إلا بانتخابات في ظل شرعية، مش انتخابات في ظل انقلاب. القضية متعلقة بأنه بعض دوائر التأثير بتحاول أن تقيد الميديا الغربية في الحديث في هذا الاتجاه، وتحاول أنه ما تتكلمش عن الموضوع كثيرا، وأنه لما يحصل انفجار هنا ولا هناك رغم أنها من افتعال ومن اصطناع الانقلابيين أنفسهم، بتحاول تظهرها وكأنها افعال ارهاب في مصر، عشان الناس لو سمعت في مظاهرات في مصر ف يعني الافضل ان تفكروا في الموضوع لانه في هناك ارهاب.
هذه دوائر قرار تحت التأثير، وبالتالي إحنا بنعمل على أن نخرجها من هذا التأثير، ونقول إن القيم الأوروبية، وفي الحقيقة في استجابة واسعة لينا، إن القيم الأوروبية الديمقراطية لا يجب أن تلطف سمعتها بأنها تسكت عما يحصل في مصر. يعني لا يكفينا مثلا الموقف اللي حضرتك أشرت إليها، والموقف الأوروبي وموقف منظمات خاصة وعامة برفض الإشراف أو المشاركة في الرقابة على الاستفتاء، هذا لا يكفينا. إحنا عايزين إجراءات أكثر إيجابية. الإجراءات الأكثر إيجابية زي ما حضرتك قلت عليه، إحنا محتاجين تحقيق فيما يتعلق مش بس بالرئيس مرسي، في الحقيقة الشهداء والمصابين اللي القضاء ما في يحاول أن يعني يغلق ملفهم بالضبة والمفتاح. هذا الملف يجب فتحه بشكل واسع، لأنه الانتهاكات وصلت إلى حد انتهاكات متعلقة بجرائم مواجهة الإنسانية، جرائم ضد الإنسانية، بجرائم إبادة، وجرائم محاولة محو جزء من المجتمع المصري بطريق أو بآخر. كمان احنا عايزين انه يجب تقييد عملية تدفق اي نوع من الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين المصريين، يجب تقييدها. لانه لو وده ممكن يتم ازاي هذا التقييد؟ احنا بنقدم طلبات وبنلتقي مع المسؤولين الأوروبيين في هذا الاتجاه، لانه هم عندهم قرار كانوا واخدينه في شهر 7، لو اعتقد الاستاذ احمد شرقاوي يذكره، كان قرار من البرلمان الأوروبي ترك لتنفيذه بشكل اختياري لكل دولة من الدول، وهو عدم تصدير الأدوات والمواد الضارة أو التي تمس أمن المدنيين إلى مصر. إحنا عايزين هذا القرار يصبح قرارا إلزاميا، ما يتركش في تنفيذه لاختيار كل دولة، وأعتقد أنه ده هيحصل قريبا إن شاء الله. إجراء من هذه الإجراءات أو من هذا القبيل هو ما نحتاجه. الحاجة الثانية، إحنا نحتاج فتح الميديا الغربية بشكل أكثر كثافة، لأنه ما يحصل في مصر هو لا يحصل في جزر نائية ما لهاش تأثير في العالم، لا يحصل في منطقة من العالم هي الأشد تأثير على المنطقة العربية وعلى العالم الإسلامي وعلى الجوار الأوروبي، خصوصا جنوب أوروبا في الحقيقة. وبالتالي فإنه تسليط الضوء على ما يحصل في مصر هو كشف لفضائح ولجرائم الانقلابيين. نحن نحتاج لفتح الميديا الغربية بشكل أكثر حرية، يعني مقالات كثير من الناس بترسل وما بتنشرش على سبيل المثال. الأخبار لا تذكر إلا إذا كانت يعني عملية مظاهرة كبيرة في أيام الجمعة بيشار إليها، لكن التظاهرات يومية، ما فيش تغطية للتظاهرات اليومية، ما فيش تغطية للشهداء اللي بيسقطوا يوميا من التحرك والحركة الطلاب الهائل في جامعات مصر، لأنه واضح ان هم بيعتمدوا على مراسلين في الحقيقة في اغلبهم مصريين، فبيقعوا تحت ضغط من سلطات الامن هناك. وانتوا جربتوا الكلام ده، جزيرة يعني اكثر جهة عندها خبرة في هذا الكلام، وبالتالي احنا في الحقيقة بنشيدهم ان يرسلوا مراسلين اجانب، لانه المواطنين المصريين اشتغلوا مراسلين لجرائد اجنبيه بيقعوا تحت ضغوط هائله، وبالتالي نعم. لو هو اجنبي ربما هيبقى المساس به اصعب، ربما شكرا لو كان غربيا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد. شكرا يا فندم. شكرا استاذ دكتور محمد محسوب، وزير الدوله للشؤون القانونيه والنيابيه في عهد الدكتور هشام قنديل، والذي استقال بعد 5 أشهر منها، ونائب رئيس حزب الوسط والقيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعيه. استاذ احمد حسن الشرقاوي، ما بين رساله قنديل وبين ما اثاره الدكتور محسوب في كلامه عن ضروره يعني مخاطبة المجتمع الدولي بشكل قانوني يتسق مع الإطار السياسي الداخلي. ما هو بالضبط ده اللي انا يعني كويس ان السؤال ده يعني موجه تماما للمقصود من هذا الامر. دكتور محمد محسوب اتكلم عن حاجات مهمة جدا في مداخلته دي، واحنا اتفقنا من الاول انه هذه رسالة، وان الدكتور هشام قنديل يستهدف بها شيء ما، عشان كده النهاردة احنا قاعدين نشوف ايه الدكتور هشام قنديل كان عايز يقوله. فيعني الحقيقه انه عايز اكد على نحط خط على انه ما يظهر على سطح الاحداث بالنسبه لمصر بالظبط زي قمه جبل الجليد العائم، بتبقى يظهر منه جزء بسيط خالص، اما بقيه الجبل والكتله الكبيره جدا من الجبل هي تحت السطح
موجوده. دكتور محمد محسوب ساعدنا دلوقتي في انه يدينا البعد الخارجي، حضرتك يعني كلمته فاستطرد وافاض في مساله البعد الخارجي. دكتور هشام منديل اتكلم عن قضايا داخليه في رسالته، قضايا داخليه مهمه من المفترض انه الراي العام الداخلي المصري يعرفها، لانه هذا رد لغيبته الشخصيه وللهجوم اللي هجم به ليس فقط كشخص الدكتور هشام قنديل او بصفته كرئيس لمجلس الوزراء، وانما لنظام الحكم كله اللي كان موجود والذي كان يعني على راسه الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد. مساله بيع قناه السويس، هي دي النقطه الاولى اللي اتكلم فيها الدكتور هشام قنديل، منفيه تماما، لانه مشروع تنميه قناه السويس زي ما قال الوزير يحيى حامد وزير الاستثمار انه العقبه الوحيده اللي كانت واقفه امام هذا المشروع هي القوات المسلحه. وحتى بعد ما تم تلبيه مطالب ممثل القوات المسلحه في الاجتماعات بتاعه المشروع بانه خد 500 متر نصف كيلو على الجانبين من قناه السويس، رجع برضو عطل المشروع. ليه؟ سبب رئيسي بقى اللي ما قالوش الوزير يحيى حامد، انه كان المطلوب ان تعود او ان تتولى القوات المسلحه الاشراف على هذا المشروع، وهذا ما حدث الان، انه يبقى بيدار الجيش هو اللي بيديره، يدخل مشروع تنميه قناه السويس ضمن الامبراطوريه الاقتصاديه للقوات المسلحه، وهذا ما كان يرفضه الرئيس محمد مرسي. دي رساله مهمه جدا الناس محتاجه تسمعها، ودي بين ثنايا الرساله اللي كان بيقولها الدكتور هشام قنديل، انما احنا بنوضحها. ولما يجوا الانقلابيين النهارده يعلنوا ان هم بيدشنوا عن موضوع محور قناه السويس، هنسمع في 30 ثانيه بالظبط الجزء الخاص بيها، أوكي. وبعدين نعود للاستاذ احمد حسن الشكر. يعني أنا استغرب استمرار الهجوم على هذا المشروع الحيوي والافتراءات، ولا أنا أتذكر أو أفهم هذا يعني الهجوم اللي كان علينا كان منطقي في ذلك الوقت، يعني ليس لي دليل، ولكن المنطق بيقول أن هناك آخرون لا يريدون أن يرى هذا المشروع النور، آخرون لهم مناطق أخرى يعني تعمل في المنطقة بالفعل في مشروعات مماثلة، أو يقومون بتطوير مناطق أخرى شبه اللي احنا عايزين نعمله او كنا عايزين نعمله في مناطق محور قناة السويس، دول في الشرق، دول في الجنوب شرق، او دول حتى في جنوبنا في جنوب افريقيا، مثل مش جنوب افريقيا في جنوب شرق افريقيا، مثل هذه الدول او شركات تقوم بمشروعات مماثلة لمحور قناة السويس قد يكون لها غرض او مصلحة في عدم الاسراع بتنفيذ هذا المشروع. ولكن اؤكد ان هذا الهجوم وهذه الافتراءات لم تؤثر علينا في أي شيء، وسرنا في هذا المشروع بكل سرعة وبكل قوة وبدون تأثر. الدكتور قنديل اتكلم عن موضوع محور قناة السويس بشيء من الإبهام برضو أو المثالية أكثر من لازم، يعني هو بيقول هو قال آخرون ولم يحددهم، بس تعالى نعدهم له بقى نعدهم. يعني الآخرون دول اللي هو وصفهم بأنهم إما بيقوموا بتطوير مشروعات مشابهة أو بيقوموا أو عندهم مشروعات مماثلة لتلك المشروعات اللي سيتم إنشائها في المشروع، وهنا بالتأكيد معروفة جبل علي ودولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي الداعم الرئيسي للانقلاب، تمام، وغيرها من الدول اللي لها مصالح في هذا الأمر، الدول اللي ادتنا بطاطين مستعملة، تمام، واللي الانقلابيين فرحانين قوي بفكرة البطاطين المستعملة، في حين أنه دكتور هشام قنديل كان بينتج التابلت اللي اسمه إينار، واللي كان اول صناعه يعني اول حاجه صناعه مصريه وانتاج حقيقي، وكان يفخر به، اما الاخرون فيفخرون بالبطاطين المستعمله. على اي الاحوال هي دي المسكوت عنه، المسكوت عنه في بتعمل المشروع ليه الحكومه ليه الجديده مش زعلانه دلوقتي؟ حلو قوي الكلام. شوف الدكتور هشام قنديل وهما بيطرحوا المشروع ده كانوا ناس واضحين كده. اولا المشروع ده طرح في معظم برامج مرشحين الرئاسه كلهم لو تفتكر، حلو، لكن من وضعه موضع التنفيذ وكلف شركه زي ما قال الدكتور هشام قنديل شركه عالميه بدراسته مره اخرى واعاده تربيط اجزائه المنفصله، يعني هو اصل كان في اجزاء منفصله، انت عارف موضوع وادي التكنولوجيا ده اللي كان طرحه كان عامله من زمان احمد نظيف من بدري جدا، وده موجود في منطقه الاسماعيليه، وادي التكنولوجيا وادي السيليكون كان مسميه وادي السيليكون بتاع، ومشروع شرق بورسعيد، شرق بورسعيد والتفريعه ده كان حسني مبارك عامله وجاب الشركات الصينيه وبتاع ومش عارف ايه، هو بقى مشروع متكامل لم الثلاثه في بعضهم، وقال ان المشروع ده هيجيب لمصر 100 مليار دولار في السنه. خلاص انا بس بسال الناس اللي في مصر،
لما الانقلابيين اعلنوا لكم ان هم بداوا المشروع ده، قالوا لكوش هيجيب كام لمصر؟ ما قالوش. ليه؟ ما قالوا لكوش مين اللي هيديره؟ اللي هتديره القوات المسلحه. ولما القوات المسلحه تديره يبقى مش من حقك يا شعب انك تعرف هم كام ولا هيجيب لمصر كام، لانه خزينه القوات المسلحه منفذه على خزينه القاده وعبد الفتاح السيسي ومنفذين على بعض. وبالتالي الشعب مش من حقه يعرف ولا حتى يفهم. وهي دي الرساله، اعتقد كانت رساله مهمه جدا من رساله الدكتور هشام قنديل. والحقيقه الدكتور محمد محسوب كتر خيره يعني لفت نظرنا برضو لجزئيه مهمه قوي، اللي هي جزئيه حظر توريد الاسلحه المستخدمه في قمع المتظاهرين السلميين. وده تحرك على الجانب الدولي لابد ان نراعيه ونشتغل عليه، لانه هذا القرار صدر بعد الانقلاب. تمام، الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي رفضت، يعني دول الاتحاد الاوروبي من اكثر دول العالم التي تنتج الاسلحه الخفيفه اللي هي البنادق والكمامات الغاز والمش يعني والحاجات اللي متعلقه بالامن، فض الشغب وفض الشغب وادوات فض الشغب واشياء من هذا القبيل. فهم بعد الانقلاب اصدروا قرار بحظر توريد هذه، يعني مطلوب دلوقتي نفعل هذا القرار بحيث ما يبقاش قرار فردي، يبقى قرار على مستوى الاتحاد الاوروبي. بعتقد ان الانقلابيين لما حسوا بالكلام ده، في شحنه اخونا عضو تحالف دعم الشرعيه المهندس ايهاب شيحه اتكلم على الهوى انه جاله اخبار انه في شحنه كبيره وصلت للمواني المصريه جايه من دوله مجاوره ترقبا لمثل هذا الحظر الذي يمكن ان يفرض من الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي. شكرا مشاهدينا الأعزاء وإلى اللقاء.